يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. ابتدينا معاكم في الجزء اللي فات من حلقه النهارده كلامنا عن النادي الاهلي والانجاز الكبير اللي تم امبارح والمباراه العظيمه. شفتي امبارح الماتش كله؟ لا مش كله بصراحه عشان نمت برضو عشان انت عارف احنا كده. بننام بدري بس انا وكريم امبارح اتكلمنا وكنا يعني مكالمه سريعه كده يعني وكنا مبسوطين طبعا بالماتش بس انا قلت له بعد كده داخله انام بقى خلاص بس هو كان ماتش جميل انا بجد. كملته عن نفسي لا امبارح بجد والله بصي بعيدا عن المباراه في حد ذاتها والجوانب الفنيه والثلاث اهداف والنوع ده من الامور بس بجد ماتش امبارح او الليله امبارح على بعضها كانت مفعمه بالمشاعر الحلوه وبالعواطف مؤمن زكريا ومحبه الناس كلها ليه من ناحيه احمد صح. فتحي ومباراه امبارح ذات الخصوصيه الشديده جدا اللي توج بيها مسيره حافله وطريقه الوداع والطريقه طبعا. الاحترافيه كمان يعني اللي حصل فيها الوداع انا اعتقد كانت مشاهد محترمه جدا وبعدين انا بقى بقترح حاجه انا كان المفروض اعمل ده من زمان يا رب كل ماتش الاهلي يكسب فيه المفروض كنت تديني زي عاديه كده ده اللي انا اعرفه يعني طب انت يعني المشكله بقى ان احنا بنتكلم على نادي يعني كل يعني كده كده اكيد احنا اقول لك انا على حاجه بالتالي. احنا كده كده اكيد هيبقى فيه مكافآت ان شاء الله يعني بعد حصولنا على يعني دوري كاس افريقيا لكن برضو يعني مفروض ان انت تشوف زميلتك انا بس قلت على الهوا اهو هو انا هاخد كمل يا سيدي على اعتبار ان انا كنت سيرد باك الفريق الاول لكره القدم الفتره الاخيره يا ريت والله يا ريت الواحد كان يتشرف طبعا يعني مجرد ان الواحد يلبس كده فانيله النادي الاهلي بروح فانيله النادي الاهلي يعني مش محتاجين نخوض في هذا الامر طيب